صباحكم مبروك ان شاء الله هذا الصباح. كيف كتشوفوا هنا شط الطريق دابا واحد المنطقه اللي سميتها البراشمه باش نتلاقى واحد الصديق ديالي ونكملوا التحدي ديالنا باتجاه مركز تبوده اللي كيبعد على هذه المنطقه هذه بواحد تقريبا واحد 30 كيلومتر. فرجه ممتعه ديال الخوت. كيف كتشوفوا هنا وصلت لمنطقه البراشمه مفترق الطرق البيكالا هي هذه، وانا كنتسنى الصديق ديالي اللي ماجي مدينه المنزل. مفترق الطرق ديال البراشمه كيف كتشوفوا هنا في هذا الاتجاه، هذا كاين مدينه رباط الخير ارمو وسلسله جبال بويبلان، في هذا الاتجاه هذا كاين مدينه المنزل ومدينه صفرو، هنا في هذا الاتجاه كاين مدينه فاس الاتجاه ديال مدينه فاس، وهنا الدخله هذه ديال دوار تازروت. انا كنتسنى الصديق ديالي رايته ما يوصل، وديك الساعه نكملوا المغامره ديالنا باتجاه مركز تبوده ان شاء الله. الصديق ديالي ها هو عاد وصل، غنكملوا الطريق ديالنا باتجاه مركز تبوده. احنا دابا وصلنا لدوار تيمزوغت، وهذا الجمع ديال الدوار اللي كانوا بنوه المحسنين. دوار تيمزوغت اللي تابع لجماعه عين تيمقناي اقليم صفرو، واللي جاء على الطريق ديال مدينة رباط الخير أهرمو باتجاه مدينة فاس. هنا كتوجد البناية تاريخية قديمة يعني تبنات في عهد الاستعمار الفرنسي، هذه اللي كتشوفوا هنا، واللي كانت كيستعملوها من أجل تجميع النبتة ديال الدوم ولا العزف والتثمين ديالها. دابا حنا وصلنا لدوار التعاونية اليازغية التابع لجامعة مطرناغة، وهذا هو المدرسة ديالهم، هي هذيك راها فين، هي هذي. منطقة كل زيتون تبارك الله معروفة بالإنتاج ديال الزيتون، هنايا شجر الزيتون منتشرة بواحد الشكل كبير هنا في هاد المنطقة ديال التعاونية اليازغية ومنطقة ديال الغمرة. وهنا كاين عاود واحد مفترق الطرق، واحد الطريق اللي كانت مختصره لجهه مطرناغه واللي كتتلاقى مع الطريق اللي ماجيه من مدينه صفرو باتجاه المنزل، ها هي القدام. هنا في هذا المدخل كان المقر ديال الشركه ديال سوجيطان اللي كانت شركه مخزنيه في هذه المنطقه هذه، واللي كانت معروفه بانتاج تبعت الشمس، يعني كانت منتشره هنا تبعت الشمس. هذا هو المقر ديالها راه فين، وهذا هو مركز السدره، ها هي القهوه ديال مقهى السدره. هنا على جنب الطريق دايرين الناس هاد الخابيه ديال الماء اللي بغى يشرب في سبيل الله، منطقه ديال السدره، وهذا الجامع، الجامع ديال السدره. الحمد لله. هنا كاينه مجموعه ديال المدارس السدره، ياك اولدي يلاه قراو مزيان. هاد المنطقة سميتها السدرة، وقيل لأن حتى النبتة ديال السدرة كثيرة هنا كيف كنشوفوها، هي موجودة موجودة السدرة، داكشي وقيل تسمات منطقة السدرة. هاد المنطقة معروفة بتربية الدجاج الرومي، الكوارة ديال الدجاج منتشرين بواحد الشكل كبير هنا في هاد المنطقة ديال السدرة وديال بيار طنطم وديال الغمرة. ديال سد علا الفاسين، هذا مركز بير طنطم. مركز فلاحي بحكم ان كتوجه هنا اراضي فلاحيه كبيره وشاسعه، واللي كتفلح فيها اساسا الفلاحه البوريه يعني الحبوب، والناس ديالو اصول امازيغيه. هذا جميع المباني اللي موجوده هنا في هذا المركز ديال بير طنطم هي مباني عصريه حديثه. هنا الملعب ديال الدراري فين كيلعبوا الكره ها هو ليه. دابا غنديروا واحد البوز هنا نريحوا في القهوه، نديروا شي بري ديال اتاي عاد نكملوا الطريق ديالنا ان شاء الله. احنا دابا وصلنا لمركز بير طنطم القهوه، غنديروا واحد البري ديال اتاي ونكملوا الطريق ديالنا باتجاه مركز تبوده. ايوا
وهذه الطريق الوطنية فاس وجدة. الطريق اللي كانت كتعرف واحد الحركه نشيطه قبل ما يفتحوه يتشنو الطريق ديال لوتوروت، الخط اللي كيربط مدينه فاس اتجاه مدينه وجده. هنا في هذا الطريق كاين تشرب بزاف دوك المعصرات ديال الزيتون، علاش؟ لان المنطقه هذه منطقه معروفه باشجار الزيتون. هذه واحد المعصره من المعاصير اللي كتنتشر من على الطريق ما بين مركز بيرطمطم ومركز سبوده. هنا قربنا دابا لمركز راس سبوده. واحد الملاحظة على طول الطريق دابا هنا من منطقة سيمزوغت مرورا بمنطقة غمرة، منطقة السدرة، البيرطمطم، يعني البنايات ديال البقايا ديال البنايات ديال عهد الاستعمار الفرنسي كثير هنا، موجودين بزاف ديال البنايات اللي بقاو صامدين من عهد الاستعمار الفرنسي، وهذا كيدل على هذه المنطقة انها كانت كتعرف واحد التمركز كبير ديال الاستعمار الفرنسي بحكم الأراضي الفلاحية الخصبة ديالها وبحكم الخيرات الطبيعية اللي كتمتع بها هذه المنطقة هذه. هنا كانت واحد المحطة ديال البنزين، ولكن الملاحظ هو أنها ما بقاتش، زولوها من هنا ما عرفت علاش. وهنا قدام كاين المدخل ديال لوتورود، هو هذا ها مركز راس سبودة. هنا قدام ديك القنطرة ديال لوتوروت، قنطرات لوتوروت. مباشرة كنوصلو لمركز راس سبودة. مركز راس سبودة انا والصديق ديالي اللي راه بقى لهيه ديك القنطرة ديال لوتوروت راه تما كيصور. الوقت مازال بكري شوية على حساب الغدا، غنجيبو شي دويره ثانيه في هذا الدو في هذا المركز ديال تبوده، راه تما يوصل وقت الغدا ونتغداو هنا ونرجعو ناخذ عاود الطريق ديالنا للعوده الى نقطه اللي انطلقنا منها ان شاء الله. راس تبوده كيف كتشوفوا الخيرات، خيرات معلقة لها في هاد القوى هادي. كيف قلت هادي هاد المركز ديال راس سبودة معروف بدوك القهوي ديال الماكلة ديال الشوا وديال ديال الطواجن ديال كلشي. هذا المدخل ديال مجموعة ديال الدوار، دوار أي تناصر، دوار أي تدريس، دوار أي تعلى. يعني هذه المنطقة هذه معروفة بانتشار الدواوير هنا في هذه المنطقة هذه ديال راس سبودة مع بني سد. كتشوف دابا حنا وصلنا لمركز راس سبودة، غنتناولو وجبة الغداء هي هادي ونكملو الطريق ديالنا ديك الساعة ديال العودة إلى نقطة الانطلاقة الأولى اللي هي زاوية بوكري. هذا الغداء الناس هنا كي قهوة ديال الشواء هادي هي في راس سبودة، صافي مكزر كلشي على نظرينك، يعني ها اللحم قدامك كلشي قدامك. اخوان كيف كتشوفوا احنا دابا راجعين بحالنا بعد ما وصلنا هنا للمركز ديال راس سبودة، تقدينا احنا راجعين. هادشي اللي كاين